موجز الأخبار من الدستور تقدمه مزن السفاريني. أهلا بكم. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك مملكة العربية السعودية الشقيقة عبر اتصال هاتفي، معربا فيه عن تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود. نائب الملك ولي العهد الحسين بن عبد الله يرعى الاحتفال الذي أقامته دير ينبوع الحياة في محافظة جرش بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. العفو العام إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع القادم ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية. مندوباً عن جلالة الملك وزير الداخلية سمير المبيضين يحضر قداس منتصف الليل في كنيسة المهد في بيت لحم بمناسبة عيد الميلاد المجيد. رئيس الوزراء عمر الرزاز يشكر السلطات التركية على تعاونها في تسليم المتهم عوني مطيع، مؤكداً رئيس الوزراء عمر الرزاز والرئيس التركي رجب أردوغان أهمية إنصاف الشعب الفلسطيني. الحكومة الأردنية تحيل تقرير اللجنتين المستقلة والوزارية بشأن فاجعة البحر الميت إلى القضاء الأردني. لجنة فنية أردنية عراقية تحدد مؤخراً الموقع المقترح لإقامة المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين بعد عدة اجتماعات عقدت في عمان بحضور مختصين من كلا الجهتين. وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف وزارة الخارجية الليبية وأوقع 3 ضحايا وعدداً من الجرحى. مسؤول حكومي يصرح للدستور بقدوم وفد من صندوق النقد الدولي للأردن خلال الأسبوعين المقبلين للوقوف على الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة الأردنية مؤخراً، وفي مقدمتها إقرار القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل ودخوله حيز التنفيذ. وأخيراً إلى الحالة الجوية المتوقعة لليوم، تنخفض درجات الحرارة قليلاً خلال ساعات النهار وتبقى مستقرة بوجه عام وباردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويستمر ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الموجز. للمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الدستور.com. نترككم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.